نورمال ويت والى اندر والى اوفر وهكذا. فالاكستريم شنو يعني الاكستريم؟ يعني تجاوز 19 واللي فوق ال 25 هاي عفوا فوق ال 30 هاي يعتبروها اكستريم بودي ماس اندكس. ايتيولوجي اوف ميسكاريج، الايتيولوجي اوف ميسكاريج الجينيتكس of early miscarriage are due to chromosomal abnormalities. هذه concept. الجينيتك تقريبا تلعب 2 إلى 5%. 2 إلى 5% أو أكثر بالكيس of early miscarriage. هنا المسكارج سببه هو الكروموسومال ابنورماليتيز مالت الكونسبت. اكو عندنا الاوتوسومال ترايسوميز 50% من عندها هي تكون للترايسومي 16 21 22 او ممكن تكون ترايبلويدي. الترايبلويدي مثل كيس اوف هايدروبيك اور المولر بريجننسي، او تكون ممكن المونوسومي از ان كيس اوف تيرنر سيندروم. الاندوكراين اند الميتابوليك لوتيال فيس ديفكت، احنا عندنا نعرف لما تطلع الاوفا حيبقى وراها من الجرافيوم فوليكلز حيبقى عندنا اللوتيال بودي. اللوتيال بودي يطلع لنا البروجستيرون. البروجستيرون ويل سبورت ذا بريجننسي انتل 12 ويك. بعد ال 12 ويك البلاسينتا حتقوم تاخذ الفانكشن مالته وتطلع البروجستيرون. اكو ثيوريز تقول اكو لوتيال فيس سبورت يصير بهاي المنطقه ديفيشنسي بالبروجستيرون، وهذا الديفيشنسي مال البروجستيرون ممكن قد يكون مسبب للمسكارج، لهذا هذا يدخل من ضمن الاندوكراين ابنورماليتيز. الاذر الهايبوثايرويديزم او الهايبرثايرويديزم، الدايابيتس طبعا انكنترول دايابيتس خلينا نخلي بالنا. اناتوميكال فاكتور، الاناتوميكال فاكتور السيرفايكال يوتراين causes مثل cervical incompetence أو congenital malformation of the uterus. مثال على congenital malformation of the uterus هذا اللي شوفوا قدامكم، ممكن عندنا الدايدلفس وممكن يكون عندنا السبتيت أو الأركويت أو البايكورنويت uterus. هذه يسموه congenital malformation of the uterus اللي هي من ضمن الأناتوميكال. الأناتوميكال إذن تشمل لنا cervical incompetence وتشمل لنا anatomical abnormality congenital abnormality of the uterus. او ممكن تكون acquired. الacquired مثل ما يعرف بالintrauterine synechia اللي هو adhesion. بعض النساء يتعرضون الى curettage اللي هو جرف الرحم. هذا الcurettage اذا كان excessive وبصوره قويه ممكن يسبب adhesion fibrosis داخل اليوترس. هذا ما يعرف بالintrauterine synechia أو الانترايوترين ادهيجن. الأذر كوز هي الانفكشن. الانفكشن بعض الانفكشن قد تدخل من مسببات الاسبونتينيوس سبورادك اسبونتينيوس مسكارج وليس ريكرنت مسكارج. اميونولوجيكال، الاميونولوجيكال مثال عليها اللي هي الاوتو اميون أو الكلوتينج ديس اوردر. المثال عليها هي الثرومبوفيليا. عندنا الثرومبوفيليا نوعين، اكو الاكوايرد واكو الكونجنتال. المثال على الاكوايرد اللي يمكن تسمعوه اللي هو الانتي فوسفوليبيد سيندروم مثال عليها. هذا ممكن يسبب لنا ريكرنت مسكارج وايضا ممكن يسبب لنا بري تيرم ليبر وهو يسبب لنا اشياء. الثرومبوفيليا اللي هي انهيرتنت عفوا وليس كونجنتال، انهيرتنت ثرومبوفيليا كوز بوث ايرلي اند ليت مسكارج. environmental شنو نقصد بالenvironmental؟ مثال سيجاره سموكينج، شافوا السيجاره سموكينج والكهول والكافيين كونسمشن ان هاي دوزز ممكن يسبب لنا مسكارج. يعني الكافيين مو اللي يشرب له باليوم فد خلينا نقول مج مال كوفي مو لهالدرجه، لا حسبوها تقريبا 10 كواب مال قهوه ممكن تسبب لنا مسكارج. الكهول ايضا والسيجاره سموكينج دراجز كيميكلز noxious agent. Miscellaneous irradiation and magnetic field irradiation of less than 5 rads اللي هي several folds greater than the amount used in nearly all diagnostic procedure will cause abortion. شنو معناته؟ وايد سمعون يقول لك مثلا هذه المريضة محتاجة X-ray، هاي المريضة محتاجة CT scan، لا ما يصير وهي حامل. خلوا ببالكم الدوز مالت الراديشن اللي من الاكس راي ومن السيتي سكان، الام ار اي عاده يعتبر ريليتيفلي سيف لان الام ار اي يختلف هو ماجنتيك فيلد. السيتي سكان والاكس راي يحتاج دوز اكثر من 5 رادز حتى ممكن تسبب لي هارم بيولوجيكال هارم وممكن تسبب لي مسكارج. الفايف رادز من شافوها السيتي سكان، تعرفون السيتي سكان اللي هو المقطعي المحوري، هذا من يفوت به الانسان ياخذ له عده سكشنات ومقطعيه، شافوا هاي الدوزات كلها ما توصل للفايف رادز.
فلهذا احنا لما المريضه تحتاج اكس راي لو سي تي سكان اول شيء وي شود بالانس انه هذا الانترفينشن اللي تحتاجه على مود اللايف مدر هاي ذيك الحاله لا لازم اسوي. نعم يا جروب انتو يعني هسه مفتوح عندي بالاثنين يا سلايد. اي والله واني اول على السلايد خمسة اعزائي اني على السلايد خمسة هذه اني لانه السلايد هذا شرح يعني شنو الفائده انا اكتب لك اياه هذا انت قصدك على مود الكتابه لا بعدين ارفع لكم اياها وورد وترفعوا اياها تسجيل المحاضره تمام برزنتيشن بباوربوينت ما يتضمن كل شيء صح لو لا نكمل فالفايف راز تعتبر جدا دوز عاليه حتى ايفن السي تي سكان ما يوصل لها فهاي نقطه جدا مهمه جدا مهمه انه انت يو شود اكسبلين تو ذا بيشنت انه ترى هذا الانترفيرنس الان قاعد اسوي لك اياه فور ذا سيك اوف ذا مذر الام ماي محتاجته والطفل الطفل العلمي يقول اكثر من 5 راتس يلا تتاثر جوا ال 5 راتس ما تتاثر فهنا أنا لازم بالانس اوكي هاي نقطه جدا مهمه لازم تعرفوها واكو عندنا الان اكسبلينت اللي هي اكوردنج الان اكسبلينت كوزز اللي هي فعلا غير معروفه هوايه من الناس اللي يجون مسكرج عندهم كل شيء تسوي لها غير معروفه ما يطلع السبب فهذا تقريبا بعض قد الان اكسبلينت 40 الى 50% هوايه نرجع اشوفكم هاي الصوره هذه صورة الكونجينيتال ابنورماليتي زين هسه نجي اذا نريد نقسم المسكرج اكوردنج تو ذا جيستيشنال ايج المسكرج اكوردنج تو ذا جيستيشنال ايج يقسم الى ايرلي بريجننسي لوس اند ليت بريجننسي لوس ايرلي بريجننسي لوس اللي هو بيلو 12 ويك ليت بريجننسي لوس اللي هو من ال 12 ويك اب تو 24 ويك حتشوفون الايرلي بريجننسي لوس هو بعض الكوزز اللي قلت لكم اياها كومن اللي عددتها اني الان اكسبلينت والاوتو اميون والهاي كل هاي كومن بس انت تجي لما جمعت الايرلي وعندك الليت الايرلي اكو كوزز اكثر تصير عندهم مما تصير بالليت شلون الايرلي بريجننسي لوس اهم كوز بيها هو الجينيتك 50% من الايرلي بريجننسي لوس جوا ال 12 ويك هم جينيتك ابنورماليتي يجي بعدها الاندوكراين ديس اوردر مثل الثايرويد ديزيز مثل اللوتيال فيس ديفيشنسي ال بي دي هو لوتيال فيس ديفيشنسي وعندنا مثل الديابيتس هاي اندوكراين اميونولوجيكال ديس اوردر مثل الاوتو اميون اند الالو اميون انفكشن والان اكسبلين هاي الموست كومن كوزز فور ايرلي بريجننسي لوس يعني شنو الايرلي مسكارج بيلو ذا 12 ويك طيب الليت More than 12 week. الاناتوميكال ابنورماليتيز. الاناتوميكال ابنورماليتيز جت رقم واحد اللي هي شوفتكم اياها اللي هي congenital abnormality of the uterus, cervical incompetence, الفايبرويد, الانترايوترين سينيكيا هاي كلها من ضمن الاناتوميكال. هاي نعتبرها نمبر 1 بذول الليت مسكرج بين ال 12 وال 24 اسبوع. هاي امثله عليها cervical incompetence, mullerian fusion defect. Uterine synechia, uterine fibroid. Maternal medical illness تشبه ذيك الماترنال. Diabetes, hypothyroidism, hyperthyroidism, hypertensive, عندها certain disease. Medical, then abnormality. Chromosomal and structural abnormalities بقى جت رقم ثلاثة صارت. Chromosomal and structural abnormality بينما بالearly كانت number one. والان explained. هسه نجي ناخذ a type of miscarriage. قاعد تتغير يمكم السلايدات طلاب عيني؟ نعم دكتور تمام طبعا خلونا خلنا نعرف شغله مهمه قبل كان اسمه ابورشن قاعد تشوفون هالكلمه ابورشن هسه لا احنا نسميه مسكرج تغيرت النومنكليتشرز مالته وغيروه من ابورشن يعني شافوا كلمه ابورشن مؤذيه للمراه ككلمه فحولوها الى مسكرج بعض الكتب والليتريتشر لا زالت تستخدم كلمه ابورشن بس احنا حتى نعلم لساننا على النومنكليتشر الجديده اللي تستعمل الـ most powerful societies of gynecological and obstetric بالعالم كله نغيره إلى كلمة miscarriage فهنا miscarriage يقسم إلى spontaneous miscarriage وإلى induce induce يعني مفتعل اللي إحنا نسوي مو إحنا مرات هم يسووا أو مرات إحنا نحتاج نسوي spontaneous عندنا isolated وعندنا recurrent
isolated صار عندها مرة واحدة أو صار عندها مرتين أو ثلاثة بس بأوقات متفرقة، يعني صار عندها مرة ورجعت حبلت وراء مرتين وجابت وبعدين رجع مرت الله، هذا يعتبره spontaneous sporadic. وأكو recurrent، لا recurrent حبلت صار عندها أسقاط رجعت حبلت مرت الله صار عندها أسقاط رجعت حبلت مرت الله صار عندها أسقاط، ثلاث حبالات وبعض الكتب تقول حبالتين متتالية consecutives. تمام، هذا recurrent. الانديوست ممكن يكون legal اللي هي medical termination of a pregnancy، MTP يعني medical termination of a pregnancy، وممكن يكون illegal الانسيف اللي هو عادة يجي septic in condition، مريضة مرادة الطفل لسبب أو لآخر راحت سوتها يم midwife سوتها somewhere أي مكان، هذه هذا يعتبره illegal. illegal اللي أنت تجيني مريضة عندها مست طفل ميت ببطنها ما بينبض، هاي لازم ننزل اللي هي شو سوي خمو يبقى، مريضة عندها مشكلة باطنية عندها Eisenmenger syndrome، هاي عندها secondary pulmonary hypertension، هاي بس تكمل الحمل تموت المرة 50% الريسك مالت الديث مالتها، هاي احتاج اسوي لها termination. فهمتوا؟ هذا medical وهذا illegal، هذا legal وهذا illegal. نجي نحكي على sporadic والrecurrent. sporadic والrecurrent بأنواع، قد يكون threatened، قد يكون inevitable، قد يكون complete، قد يكون incomplete، تمام، قد يكون missed، قد يكون septic. يعني قد يكون عندك sporadic isolated miscarriage بس threatened، قد يكون عندك recurrent threatened miscarriage. دكتورة أنا كل طفل أحمل بي يصير عندي نزف في بداية الحمل وأظل أنزف ويطوني أدوية وأظل نايمة على ظهري لما أكمل 3 أشهر يلا يخلق، هاي كل جهالي أنا عندي 4 أطفال، هذا يسموه recurrent threatened miscarriage. دكتورة أنا عندي هاي 4 حمل، الأربع حمولة كلها أنا يصير الحمل عندي 10 أسابيع ورأساً أقوم أنزف وأذب للطفل وحتى كورتاج ما يحتاج لي، هذا شيء يسموه recurrent complete miscarriage. وهكذا تمتوا الفكرة؟ إذن threatened, inevitable, complete, incomplete, missed, septic ممكن يكونون sporadic وممكن يكونون recurrent. زين خلنا نأخذ نوعية نوعية. الثراتند يعني تبقى حامل يعني تكمل بس سرعتها يعني بليت. إذا بالعربي يسموه مهدد، إسقاط مهدد. إذا vitally إذا fetal heart positive وبقى positive طبعا تكمل الحمل عادي، بس إذا هو كان نزف عندها وخل نفرض كان بينا نبض طفل وبعدين النبض اختفى، هذا يتحول من ثراتند إلى مست. أو كان عندها ينزل دم بس الطفل موجود سواء بينبض أو ما بينبض بس بعدين انفتح عنق الرحم وذبته للطفل، هذا تحول من threatened إلى complete. وهكذا فهو الفيت مالته مو بالضرورة إنه هو يكمل وتحبل وتكمل حبالته، ممكن تكمل الحمل، ممكن يتحول miss، ممكن يتحول complete، ممكن يتحول incomplete. الثراتند هو إسقاط مهدد. هسه نجي على نوعية نوعية. تمام؟ اوكي طلاب، ما قاعد اسمع. اوكي تمام، هسه نجي على السبونتينيوس او الايزوليتد مسكرج. سبونتينيوس ايزوليتد مسكرج، باعوا اول صوره لي فوق عندكم اللي هي شنو هو الثراتند، شنو مواصفات الثراتند؟ بليدنج، اكو بليدنج. تمام، السيرفيكال اوس، سيرفيكال اوس اللي هو السيرفكس قد يكون هنا كلوزد، مو قد يكون عفوا كلوزد، مسدود الاوس مسدود. من نقول كلمه اوس انتبهوا طلاب، من اقول اوس يعني سيرفيكال، تمام، اوس كلوزد. فيتال هارت مايت بريزنت، قد يكون موجود وقد يكون ما موجود. يعني شنو ما موجود؟ بعده ما طالع، بعده صغير، بس جستيشنال ساك. احنا امتى يبين عندنا الفيتال بول؟ الفيتال بول عندنا يبين ايش وقت؟ بالترانس ابدومينال الترا ساوند يبين صراحه ورا الفايف ويكس. ومرات تجي المريضه عندها بليدنج وعندها بس جستيشنال ساك وهي 4 اسابيع، مو اقول لها انت ما عندش نبض، لا اقول لها بعد الفيتال بول ما مبين بس انت حاليا تنزفين، انت هذا ثريتند ابورشن. تمام، بليدنج، الاوس كلوزد، فيتال هارت مايت بي فاوند اور نوت، ممكن with normal intrauterine growth. هنا نقطه مهمه، لازم اكو intrauterine growth، يعني مو المريضه تجي تنزف واني احط السونار والقى ماكو جستيشنال ساك واقول لها والله انت عندك ثريتند ابورشن، لا احتمال هاي اكتبك بريجنسي. اذا مواصفاته لازم عندي جستيشنال ساك باليوترس،
لازم اكو gestational sac within the uterus. تمام؟ فاذا اللي threaten a bleeding, fetal heart might be present or not, pain plus minus. بقى كاتبين هنا pain عادة هو يكون painless بس ممكن يصير ويا slight degree of pain. تمام؟ closed os ويا هيكون الفيابلتي اما موجودة. بس اهم نقطة انه intrauterine pregnancy. خلصنا. نيجي وراها على الانيفيتابل. شنو انيفيتابل؟ محتم الحدوث، يعني لازم يصير. جماعة الانيفيتابل عندهم بليدنج وبين، جدا البين اقوى من البليدنج مرات يجون، بين قوي جدا. ليش؟ لان الاوس قاعد يفتح ويريد ينزل البيبي، فبين عندهم يصير، يصير اذا عندهم بليدنج زائدا بين. السيرفكس مايت بي اوبن اور جاست ستارت تو اوبن. اما اوبن اور جاست ستارت تو اوبن. تمام؟ الفيتال هارت ممكن يكون نيجاتيف وممكن يكون بوزيتيف، لان مرات خطيه يصير عندهم مسكرج فايبل بيبي، مو الا شرط ميت الطفل، يعني ينزل البيبي فايبل. فالفيتال هارت كود بي بوزيتيف وكود بي نوت، يعني بلس ماينس. تمام؟ زين، شنو المانجمنت اللي حصل هنا؟ هذا طبعا هذا ويل بي بروجريس تو كومبليت اور انكومبليت. الانيفيتابل النهايه مالته لو كومبليت لو انكومبليت. تمام؟ زين، وراها نجي على انكومبليت. بالincomplete عندنا bleeding، كلش bleeding هواي، and passage of product of concept. المرة تقول أنا دكتورة ذبيت شبود، ذبيت قطع، ذبيت حتى مرات شوفوا للطفل تقول ذبيت للطفل شفته، فيصير bleeding كلش هواية، pain وياها، وعادة يكون passage of product، يصير وياها passage of product. cervical os يكون open، أكيد open، العدمين قاعد ينزل، إذا يكون open. وsome fetal parts هذا incomplete. Some of fetal parts or product of concept found بالcervix أو بالvagina. من أجي أمد إيدي أبحث ألقى أجزاء من الفلاسنتا، من الجستيشنال ساك، من الفيتس، مرات يجي بإيدي ألقاه موجود بالvagina. تمام؟ الcomplete، الcomplete لا، everything is gone on. اللي هو شنو تجي هنا؟ history of bleeding and pain. Now there is no bleeding or slight bleeding. انتبهوا. الcomplete تجي عندها history of bleeding and pain but now slight bleeding or no bleeding. خلاص خلصت. الاوس either closed or just start to closed. اما يعني مثلا قبل يوم صاير، تجي اليوم القاه closed، بس مثلا قبل 3 ساعات 4 ساعات لا، يجوز بعد هسه يسوي closed. تمام؟ فاذا يكون اما الاوس closed or just start to closed. When we do ultrasound we found empty. Empty uterus. There is no product of concept. ماكو كل شيء ما ألقى. But we should have a previous ultrasound confirmatory to the presence of gestational sac. يعني المريضة دكتورة أنا نزفت البارحة وصار عندي وجع وهسه شو القلم قليل والنزف ما عندي اختفى. أبحث الأوسكلوز يجي الألتراساوند يقول لي ماكو empty cavity. أقول له وين سونارك القديم؟ أتأكد لازم أكو سونار قديم كان بي gestational sac وإلا هاي احتمال تكون إكتوبك. فهمتوا هاي النقطة؟ المست ماكو سيمتمس، هو من اسمه مست، منسي ضيعت. يعني أنا حامل دكتورة وجاي أشيك ما عندي شيء، عندش نزف ما عندي نزف، ما كلش ما عندي. نحط الألتراساوند أكو جستيشنال ساك، لو أكو فيتال بول وماكو نبض، لو أصلا ماكو لا فيتال بول ولا نبض، وهي المريضة 10 أسابيع أبد ما نزفتي ما هاي لا كلش ما عندي، هو مست. إذا no symptoms discover accidentally. No pain, no bleeding, the os closed. Sign and symptoms of a pregnancy might be present or absent. دكتورة صح، أنا بالبداية كان عندي لعبان نفس وتقيؤ وbreast engorgement، بس لاحظت نفسي قبل 10 أيام كلها اختفت من عندي، فلهذا جيت أشيك. قاعد تشوفون الهيستوري؟ إذن هاي الأنواع: threatened, inevitable, incomplete, missed, or complete. المانجمنت. طبعا خلي تعريف الريكانت مسكارج حتى ايه قبالنا. السبتك عفوا، السبتك مسكارج، السبتك مسكارج هو يوز فيرذر تو كلاسيفاي اني اوف ذيس اف كومبايند باي انفكشن. شنو يعني السبتك؟ من اسمه اكو انفكشن، ممكن يكون كومبليت ويا انفكشن، ممكن انكومبليت ويا انفكشن، ممكن مست ويا انفكشن، ممكن انيفيتابل ويا انفكشن. اي واحد يجي ويا انفكشن هذا يروح ويا السبتك. عاده يوجوالي اللي يشوفه هو انكومبليت. ليش incomplete؟ تبقى اجزاء من البرودكت مالت الكونسبت داخل اليوترس، الاوس اوبن، تصعد المايكرو اورجانيزم او انترفيرنج باي سبتيك ماتيريالز، حيتحول الى انفكشن.
Recurrent miscarriage هذا defined to those women who have a three and more consecutive miscarriage. وبعض الليتريتشرز وبعض الجايدلاين يقول two and more. هو بين three and more and two. انتوا حفظوا three and more. هذا الرويال كوليدج التعريف مالت الرويال كوليدج واليوروبيان سوسايتي اوف هيومن امبريولوجي الاشري. هناتهم عرفوها three consecutive and more miscarriages. وكود بي ايرلي وكود بي ليت. تمام هذا ريكرنت مسكارج. الانديوست من اسمها احنا نسوي له تيرمينيشن للمسكارج. هسه نجي على المانجمنت. المانجمنت اول شيء ناخذ هيستوري تيكينج اللاست منسترال بيريد. مهمه جدا انه احنا نتاكد من اللاست منسترال بيريد، لربما المراه غلطانه واللي اني اشوفه هو 10 ويكس كل شيء ما اشوفه اقول ها ما لقيت الفيتال هارت واقرب الدنيا وهذا مست ويطلع بعدين هو 5 ويكس. فاذا اللاست منسترال مهمه جدا ندقق بيها. السيمبتومز لازم نشوف اكو بين بليدنج ويتش مور البين اكثر لو البليدنج اكثر، اكو سان ان سيمبتومز اوف بريجننسي لو لا. الباست اوبستريكال هيستوري جدا مهم، عندها بريفيوس هيستوري اوف مسكارج، عندها بريفيوس هيستوري اوف بري تيرم ليبر، عندها بريفيوس هيستوري اوف انسترومنتال ديليفري، هاي كلها لازم نشيك عليها. الباست ميديكال هيستوري دايابيتيك هايبرثايرويديزم هايبرثايرويديزم، عندها هيستوري اوف ثرومبو امبوليك فينومينا. والميديكيشن شنو الانواع الميديكيشن اللي قاعد تاخذها المريض، هاي جدا مهمه بالهيستوري. الاكزامينيشن جنرال اكزامينيشن تو اسس ذا ايميديت ويل بينج اوف ذا بيشنت از مانديتوري. لا تستهانون بوحده عندها بليدنج وتشوفوها زينه وتحكي والسوالف وتقولون يلا هاي ما بيها شيء، ما تشوفوا الا صد اللي صارت كولابست فجاه المريضه تصير كولابست. اليونج بيشنت عاده عندهم قابليه على تحمل البليدنج فتشوفهم زينين ويسولفون وهي ذابت لها بحدود 3 بطالة دم، بس فجأة ما تشوف إلا المرأة صارت كولابس. فدائماً بي attention لها موضوع. Attention should be given to the subtle sign of blood loss in addition to pulse and blood pressure, respiratory rate, pallor, reduced consciousness and pallor return. أهم شيء قبل الريتيرن، أهم شيء من يشوفون المريضة رأساً على البلس إيدكم. أول sign للهايبوتنشن وأول sign عفواً للبلد لوس هو التكي كارديو. من بعدها يجي الهايبوتينشن الفالور. مريضة شوفها تشوف ضغطها 120 over 70 بس هي صفرة، البلس ريت مالتها يقرب 110. هاي حس بحسابك من هنا الخمس دقائق 10 دقائق حصل كولابس، فهاي جدا مهمة. الابدومينال بالبيشن نشوف الفندل هايت. جماعة قاعد يدامون هسه ويانا نسائية يعرفون شنو فندل هايت. اشوف الفندل هايت ماشي ويا الاكسبكتد ديت مالتها لو لا. يعني أنا المريضة حسبت لها gestational age والgestational age طلع لها 10 weeks. من أجي أحط إيدي على الأبدومين أشو هذا ألقى 14 week 15 week، هاي يا إما full bladder أو يا إما لتكون gestational trophoblast وهذا البليدنج جاي من الأجمال. فإذا مهم جدا نشوف الفندل هاي. examination of evidence of other pelvic masses مثل ovarian torsion degenerating fibroid هاي تدخل ضمن differential diagnosis. يعني abdominal pain in pregnancy واحدة من ال differential diagnosis مالته والمسكرج، وبعد ممكن يكون ovarian cyst torsion، ممكن يكون fibroid degeneration. look for evidence of intra abdominal bleeding or generalized tenderness. واحدة من ال differential diagnosis ال ectopic pregnancy، بس ال ectopic pregnancy عادة يصير ويا intraperitoneal hemorrhage فلازم أشوف أكو sign مال peritoneal irritation، هاي جدا مهمة. Vaginal examination will reveal whether the cervix opened or not, whether there's a product of conception or not. Differential diagnosis of bleeding in early pregnancy, ectopic pregnancy, gestational trophoblast, local cause such as bleeding, مثل cervical erosion or cervical polyp. Investigation. أهم شيء عندنا in this ultrasonography, transvaginal more accurate than لترانس ابدومينال. gestational sac will be seen normally with serum beta HCG equal or more than 1500 milli international unit. يعني اذا انا سويت لها serum beta HCG واجاني الرقم يقرا 2000، انا بحساباتي اذا اسوي ترانس فاجينال الترا ساوند لازم اشوف شنو ساك. اذا ما لقيت الساك على راسا يطلع السسبشن مالتي هاي لا تكون اكتبك بريجنسي. تمام دائما الترانس فاجينال يسبق الترانس ابدومينال.
لهذا احنا نحب نسوي. ومعظم نسائنا وحتى المتعلمين منهم يرفضون يسوون الترانس فاجينال، لان عبالهم الترانس فاجينال من اللي نسويه يصير اسقاط، وهو ما له علاقه. الترانس فاجينال هو بروب ينحط بالفاجينا، ما راح يدخل لا للسيرفكس ولا لليوترس. بس احنا حاليا احنا ماشيين وياهم، لان هو اكيوريت بالدايجنوستس. بس خلص طبيبات يجون ما يقبلون، يقول اخاف يوقع الطفل، شلون يوقع ما اعرف. هو اذا اوريدي حيصير بي ابورشن، مو الترانس فاجينال سوا، هو صار اوكي. فالترانس فاجينال مور اكيوريت ذان ترانس ابدومينال. سيرم هيومن كوريونيك جونادوتروبين اكواير تو كونفيرم بريجننسي. اذا انت بالرد بالطوارئ تجيك وحده، شدسه عدسه سيرم بيتا اتش تي جي ودسه التراساوند. اهم نقطتين، سيرم بيتا اتش تي جي حتى اول مره كونفيرم انه هي فعلا بريجننت، وثاني شيء اشوف ايش قد العدد مالته يطلع، ايش قد القيمه مالته حتى اقدر احدد هذا. اذا فوق ال 2000 هذا ديفينتلي اني اشوف جستيشنال ساك. بس اذا جاني 500 600 لا بعدني ما اشوف هذا، بعد صغير. بس اذا اجاني 2000 وما القاه احول هاي اكتوبك. تمام، هاي اهم نقاط التريتمنت. حناخذ التريتمنت لكل نوع. بالنسبه للثريتند مسكارج، ري اشورنس اوف ذا بيشنت، ريست فور فيو دايز، اسيتامول يعني الباراسيتامول، انالجيسيا، باراسيتامول سيف ان بريجننسي ونقدر نعطيه. تريتمنت وذ ناتشورال بروجستيرون سينثيتك بروجستين اور اتش سي جي مي بي يوز. يعني الثريتنت كلها امبريكال تريتمنت، ماكو بيها 100% تريتمنت. الباراسيتامول على مود البين. الاذر احنا مو قلنا عندنا لوتيال فيس ديفكت، فبما انه اني اشك انه اكو عندي قله بالبروجستيرون، خلاص اعطيه بروجستيرون. شنو نوع البروجستيرون؟ نعطي مايكرونايزد ناتشورال بروجستيرون اللي هو اما على شكل اورال او اما يكون على شكل سبوسيتاريز. ممكن نعطي اتش سي جي، حاليا قاعد يعطون اتش سي جي، يدعمون الحمل باتش سي جي، هذه ايضا ممكن نعطيها. Incomplete miscarriage. The management option of incomplete abortion هو curettage أو medical abortion أو expectant. يعني أنا إذا أجتني المريضة incomplete miscarriage شون أعالج؟ incomplete miscarriage أقعد أشرح لها للمريضة، أقول أنا three lines عندي، أما أسوي لك immediate curettage أو أعطيك medical treatment أو أسوي لك expectant. هذا كله يعتمد على the clinical stability of the woman. يعني المريضة severe bleeding وtachycardia وhypotension، خامو أقول أعطيك medical management أو expectant، لا هاي surgical، أسوي لها evacuation على السريع، أطلع البرودكت الباقية حتى اليوترس يصير contracted والمريضة تقوم. لا، المريضة أجت باقي عندها بقايا من البرودكت بس هي stable، لا فبرايل لا تكيكارديا لا هايبوتنشن، البليدنج معقول، اقول اخذي ميديكال تريتمنت، هاتش ميديكال تريتمنت وتخلص الموضوع. اكو مريضه هم ستيبل وما عنده شيء، دكتوره انا ما اقبل اخذ دواء، انا اتحسس من الادويه. اوكي اكسبكتنت، اعوفها اراقبها واشوفها شلون بلكي ينزل وحده. هذا المعنى الاكسبكتنت. اكسبكتنت دو نوثينج اند واتش، الاكسبكتنت دو نوثينج اند واتش. الميديكال اط تريتمنت، سيرجيكال لا اسوي شيء سيرجري. إذا the bleeding and the pain condition unstable, surgical treatment, curettage. أما manual vacuum aspiration ندخل مثل البايب شوية عريض وتحت negative pressure يشفط لكل الأشياء. أو الكيوريتاج الاعتيادي نستخدم كيوريت مثل القاشطة، المصريين يسموه كحت، إحنا نسميه بالعربي جرف. نوخر البيسات مالتل بالعملية إن شاء الله أشرح لكم إياها. With misoprostol orally or rectally to reduce the bleeding. يعني while أنا أشتغل أعطيهم misoprostol اللي هو السيتوتيك، أما orally أو أعطيهم يا rectally حتى أقلل the bleeding، يستوي لي contraction. شنو complication مالت surgical treatment؟ Risk of anesthesia لأنه should be done under general anesthesia. Perforation، الرحم بعده راخي ما متقلص ومع الحمل ويكون فرايبل، ممكن اللي حتى والله الويل تريند ممكن يصير بيده يطلع قبل بيها فيصير بيرفوريشن. بليدنج وانفكشن انترايوتراين ساينيكي او ادهيجن، مرات يجرفون الرحم بقوه يشلعون الفانكشنالس والبيزالس لاير. اذا شلعوا البيزالس لاير اللي هي البروجينيتر سمارت الفانكشنالس لاير يصير فايبروسيس، تطبق واحد على الجهه ويروح الفايبروسيس ويصير بيه. Condition stable، هاي سجلت لكم عليها. Expectantly no treatment for 7 to 14 days. المريضة أقولها عيني طلعي، هاي ما تقبل، تقول ما أخذ علاج وأنا stable. روحي طلعي، راقبي نفسك، راقبي حرارتك، إذا سخنتي، إذا عرقتي، إذا شفتي ريحة ما طيبة نزل عليك جراحة شي رجعي لي، ما عندك الأمور كلها زينة تعالي لي بعد 7 أيام إلى 14 يوم أشيكك.
يورين بريجننسي تيست لازم نسويه ورا 3 أسابيع من الميديكال سيرجيكال والاكسبكتنت مانجمنت. نحسب لها للمريضة 3 أسابيع ونعيد لها اليوراينري بريجننسي تيست. إذا البين أو البليدنج بيرزست أو إنكريزينج أوفر أكوردنجلي، يعني هاي أم الإكسبكتنت مانجمنت سخنت صار عندها وجع زاد عندها البليدنج، ترجع لي مرت الأخ أشوف لو أحولها ميديكال لو أحولها سيرجيكال. شنو الميديكال تريتمنت؟ المريضة ستيبل كل شيء ما عندها باقي عندها ريتين برودكت، أعطيها سينجل دوز 600 مايكروغرام أوف ميزوبريستول، أعطيها يعني 3 حبايات تقريبا يعني حباية 200 مايكروغرام تاخذها اورالي اور فاجينال، طبعا يفضل اورالي، واقول لها تعالي لي ورا 7 ايام اشيكش مرت الله. هاي الميديكال تريتمنت. شنو الكومبليكيشن اوف اكسبكتنت اند ميديكال مانجمنت؟ لونج تايم اوف ويتنج، طبعا انا وين السيرجيكال احلها ب5 دقائق 10 دقائق، هاي انتظرها 7 الى 14 يوم. هاي ريت اوف فيلير، اني بريدكتبل بليدنج، المريضه اقول لها انت حطلعين بيتكم قريب على المستشفى، ترى انت باي لحظه يصير عندك نزف لازم تكون عندك خطوه تجيبك للبيت، يعني يكون انت قريبه احد يقدر يجيبك مباشره، مو المريضه تروح مكان بعيد خلينا نفرض بالاطراف بس جيتها هي الرادله ساعتين هاي تموت بالطريق. هيك كيسات اني ما اعطيهم اوفر تو ذيم اكسبكتنت اور ميديكال، لا والله سيرجيكال اخاف عليهم، عرفت الفكره شلون؟ فهاي جدا مهمه. هنا انا ان سكجول ذا كيوريتاج، المريضه ماكله شاربه ورا ساعه صار عندها نزف، من صار عندها نزف جابوا لي اياها، من يعطيها جنرال انستيزيا والسبسس الانفكشن اكد لكم عليه. تعريف الاكسبكتد مانجمنت، ا مانجمنت ابروتش ان ويتش تريتمنت از نوت ادمنسترد ويت وذ ذا ايم اوف سينج وذر ذا كونديشن ويل ريزولف ناتشرالي، كل شيء ما اسوي وانتظر بلكي يصير بها ريزولفينج ناتشرالي. كومبليت مسكارج ري اشورنس، مريضة خلصت. سونوغرافي performed حتى differentiated the complete abortion from threatened abortion أو الإكتوبيك. Minimally thickened endometrium without gestational sac أقل من 15، هاي مواصفاته. حتجي عندها previous history of a pregnancy test positive, previous ultrasound with gestational sac within the uterus. Now her ultrasound minimal thickened endometrium less than 15 millimeter. خلاص هذا أنا أعتبره complete. Inevitable البين والبليدنج كونتينيو، اما سبونتينيوس اكسبلشن اكير اند اند وذ كومبليت اور انكومبليت مسكارج والتريتمنت اكوردنجلي. قلت لكم عن انيفيتابل، ينتهي بكومبليت اور انكومبليت، وبعدين من ينتهي بهذا او هذا، طبعا هي تجينا ان سيفير بين، فالمهم احنا نسوي ريليفنج للبين ونراقبها، انتهت بكومبليت كان بها، انتهت بانكومبليت نحتاج نمشي وياها حسب ما الانكومبليت مشينا وياه. سبتك مسكارج، المايكرو اورجانيزمز اللي تكون دائما موجوده ويا السبتك مسكارج، وهاي جدا مهمه انه انتم تعرفوها، هي الان ايروبيك البكتيرويدز والايروبيك الكريريا كولاي والمتسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكال اوريس. اول وومن متسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريس اللي هي المرسه. All women with diagnosis of septic abortion should have complete blood count. اي مريضه اقول عليها سبتك ابورشن لازم اسوي ابورشن، لازم اسوي لها او مسكرج عفوا اسوي لها الفولوينج انفستيجيشن، كومبليت بلاد كاونت، يونلايسيس، بلاد كيمستري اند الكترولايت، يوتراين ديسشارج شود بي سنت تو ذا لابوراتوري فور كلتشر اند سنسيتيفيتي، ا جرام ستاند اوف ديسشارج مي بي بيرفورمد ان ادميتنج اريا. إذا الومن is seriously ill blood culture، يعني المريضة جت كلش تعبانة وبينما السبسس، هاي أسوي لها blood culture، chest radiography and test of blood coagulability أيضا مهمة جدا. Antibiotic should be taken intravenously، نستخدم البيبراسيلين التازوباكتم and الكاربابينين with metronidazole and gentamicin، نحتاج إلى wide spectrum antibiotic. ورا ما نطل انتيبايتك اليوتراين كونتنت اللي انه قلنا احنا معظمهم انكمبليت فاكورتين دو برودكت، نسوي لهم ايفاكيويشن. الايفاكيويشن لازم افتر ادكوتلي بلاد ليفل ريتش، يعني انا مو راسا ادخلها، اعطي انتيبايتك اقل شيء ساعتين ومرات اكثر من ساعتين حتى يوصل الانتيبايتك ليفل بالبلد فشي معقول، يلا ذيك الساعه اقدر اسوي سكشن كيوريتاج. اذا اليوترس اكثر من 14 اسبوع الاوسكلوز ايفاكيويشن ميديكلي باي بروستاجلاندين اوكسيتوسين. خلوا ببالكم السيرجيكال ايفاكيويشن دان تو ذا يوترس لاس ذان 13 ويك، سكشن ايفاكيويشن او كيوريتاج ما نسوي اليوترس اكبر من 13 اسبوع، لازم جوه ال 13 اسبوع.
أكثر من 13 أسبوع نحاول وياهم ميديكلو، نستخدم ميزوبريستول، أوكسيتوسين، ما نستخدم نهائياً كيوريتاج. سيفير سبسيس سيندروم cause acute respiratory distress syndrome, acute kidney injury or disseminated intravascular coagulopathy. أكو عندنا بروتوكول حتى نمنع السبسيس، يعني أنا هاي المريضة جتي incomplete، شلون أمنع عنها السبسيس يصير؟ هاي المريضة أجتي أرد أسوي لها medical termination، تحتاج مست، لازم أسوي لها medical termination، شلون أمنع عنها السبسيس؟ أكو بروتوكول نطي prophylactic antibiotic at time of induced abortion or spontaneous abortion. بالtime اللي يصير بي عفوا induced miscarriage أو spontaneous miscarriage نطي antibiotic يسموه prophylactic antibiotic. شو نستخدم؟ doxycycline 100 milligram orally 1 hour before and 200 milligram orally after a surgical evacuation. 100 milligram قبل ما أسوي التفريغ و 200 milligram بعد ما أسوي التفريغ. And for medical abortion هاي المريضة ما قلت ما أسوي لها incomplete جتي وقلت ما راح أسوي لها surgical حطيها medical ها حطيتها ميزوبريستول حتى ينزل واحدة البقايا مال البرودكت. بيجي حالة ما أبسوي الميزوبريستول أعطيها doxycycline حتى أعطيها prophylactic antibiotic 100 milligram is taken orally daily for 7 days and begin with abortifacient administration. يعني أنا مبلشت أعطيت لها الميزوبريستول ويا ما أعطيها الميزوبريستول أبلش الأنتيبايتك. complication الما complication منه septic abortion hemorrhage injury spread of infection lead to generalized peritonitis endotoxic shock mostly due to E. coli and Clostridium mulchi acute renal failure with thrombophlebitis. الريموت شنو يعني الريموت؟ يعني بعيدة الأمد، هسا قريبة الأمد صارت الهيمورج والبليدنج والإنفكشن، لكن تداعيات السبتك أبورشن على المدى البعيد شنو هي؟ كرونيك ديبلتي يعني شعور دائما بالوهن، هواي يجون السبتك أبورشن يكون نايمين يمنا أسبوعين ثلاث أسابيع من يطلعون دائما يحسون إن هم عندهم كرونيك ديبلتي يعني تعبانين وهنانين دائما. كرونيك بلفيك فين ديسبارونيا إكتوبك بريجنسي secondary infertility due to tubal blockage والإكتوبك pregnancy هم due to tubal blockage and adhesion emotional depression. المست miscarriage do not use gestational age from the last menstrual period alone to determine whether the fetal heartbeat should be visible. هاي نقطة جدا مهمة. اجت المريضة قالت لكم أنا آخر cycle مالتي last menstrual period كذا، اجيت حسبت مثل ما قاعد نعلم زملائكم عندنا بالنسائيه شلون يحسبون، حسبت جستيشنال ايج 10 اسابيع. انت تعرف معلوماتك تقول الفيتال هارت يبين 5 اسابيع زائدا 5 ايام بالترانس فاجينال الترا ساوند و6 اسابيع و5 ايام بالترانس ابدومينال الترا ساوند. حلو، المريضه هسه حسبت لها 10 اسابيع، حطيت السونار ماكو فيتال هارت، راسا قلت لها انت الطفل ميت ببطنك، ما يصير ما يصير تعتمد على last menstrual period. لازم تسألها تقولها أنت مسوية سونار قبل؟ هل هي فعلا هسه 10 أسابيع؟ تتأكد. إذا ما أستخدم بس last menstrual period، لازم أستخدم ويا الألتراسان. اقروا هاي واسمعون. إذا المين gestational sac diameter أقل من 25 مليمتر، يعني أنت يطلع لك gestational sac كأنما دائرة بالضبط أو بيضوي بالسونار، تأخذ المين. إذا المين أقل من 25 مليمتر بالترانس فاجينال أو الترانس أبدومينال ألترا ساوند وماكو فيزيبل فيتال بول، الفيتال بول يعني هو الشكل مالت الجنين يطلع بالمليمترات مثل النقطة مثل الفاصولية الصغيرونة مثل الشخطة الصغيرة، ماكو أو أكو فيتال بول، موجود الفيتال بول قاعد أشوفه بس طوله أكثر أقل من 7 مليمتر بس ماكو كاردياك أكتيفيتي، أسوي أنذر سكان ورا 7 أيام. اجت المريضه حطيت قالت لي 10 اسابيع خلص عبت ال 10 اسابيع حطيت حسيت المين جستيشنال طلع اقل من 25 اقولها روحي تعالي لي ورا 7 ايام، طلع اكثر من 25 زين بس ماكو بول او اكو بول بس ماكو فيتال هارت اقول لها روحي روحي تعالي لي ورا 7 ايام زين. اجت المريضه حسبت المين جستيشنال ايج اكثر من 25 ملم اكثر وماكو بول او اكو بول اكو بول اللي هو اكثر من 7 ملم بس ماكو كاردييك اكتيفيتي، ايش اسوي بهيك حاله؟ حليا اذر اوبينيون بنفس اللحظه ادسها على زميله الي
سونوجرافست واقول لها تاكدي لي وياي، او اقول لها لا روحي تعالي لي ورا 7 ايام. تمام؟ سكند اوبينيون اور انذر سكان ورا 7 ايام. اذا حتى اخذون حد فاصل 25 جستيشنال ساك، جوا ال 25 جستيشنال ساك ويا فيتال بول اقل من 7 ملم او ماكو فيتال بول، هاي راسا روحي تعاي ورا 7 ايام. الجستيشنال ساك اكثر من 25 ماكو فيتال بول او اكو فيتال بول واكثر من 7 ملم وماكو فيتال هارت، سكند اوبينيون حتى اخذ قرار بنفس اليوم او لا، اقول لها لا او في السكند او تعالي لي ورا 7 ايام اعيد لك اياها. تمام؟ سوينا كونفيرم للدايجنوستس، ها هي قلنا هذا ميست ابورشن منسي، اكو جستيشنال ساك ماكو فيتال بول ولا فيتال هارت، او اكو فيتال بول بس ماكو فيتال هارت. اما اكسبكتنت مانجمنت طبعا اسوي وارنينج على الانفكشن والسيفير بليدنج وهاي الشغلات كلها، وشود بي ميد افري 10 تو 14 دايز، تجيني ورا 10 ايام ل 14 داي، ونتابعها عن طريق السيرم بيتا اتش سي جي والالترا ساوند. او اسوي ميديكال مانجمنت اللي هي commonly employ prostaglandin A1 analog misoprostol orally 600 microgram loading dose repeated for 4 hours كل 4 ساعات، أو vaginal 800 microgram success rate مالته 80 إلى 90%. follow up طبعا يكون urine test ورا 3 أسابيع من الميديكال مانجمنت مالت المسكرج. surgical management ما ورادت لا اكسبكتنت ولا قالت لي سيرجيكال خلصيني، دايليتيشن اند كيوريتاج اندر جنرال انستيزي. الدايليتيشن اما بالثيتر عن طريق الهيجر دايليتر، اكو فد اله حديديه يسموها هيجر دايليتر، او نسوي رايبنينج للسيرفكس قبل ما ادخلها، احط لها بروستاجلاندين بالبيت تحط ليها قبل 4-5 ساعات حتى يصير رايبنينج. الكيوريتاج اما سكشن كيوريتاج اللي هو ليتر اسوشيت وذ ليس بلاد لوس وليس اوبراتيف بين وشورت ديوريشن، او الكيوريتاج العادي. شنو الكومبليكيشن؟ مثل ذاك الكومبليكيشن. يوتراين بيرفوريشن تقريبا 1 من كل 250 حاله. اذا صار نسوي لابروسكوب حتى نشوف البيرفوريشن وين صاير زين، ونسوي ريبير اذا احتاج يعني. البليدنج ممكن يصير بسبب الكيوريتاج والانترا يوتراين ساينيكي. ريكرنت مسكارج عرفنا على ريكرنت مسكارج شنو الكوزز مالته؟ بارنتال كروموسومال ابنورماليتي، immunological factor مثل الانتيفوسفوليبيد، endocrine factor مثل PCOS يعني polycystic ovarian syndrome، الanatomical factor congenital uterine abnormalities cervical insufficiency infection وchronic maternal illness. الانتيفوسفوليبيد تعريفه is used to describe the association of anticardiolipin antibody and or lupus anticoagulant with the typical clinical feature of arterial or venous thrombosis, fetal loss after 10 weeks, 3 or more miscarriage at less than 10 weeks, or delivery before 34 weeks due to intrauterine growth restriction or preeclampsia. Antiphospholipid may also may be primary or found association with SLE. شنو يعني معناته؟ شلون بقول هاي المريضه احتمال عندها انتيفوسفوليبيد؟ اذا اجتي عندكم عندها فيتال لوس ورا العشرة اسابيع، دكتوره كان بي نبض وراح النبض مالته ورا العشرة اسابيع، او عندي 3 اسقاطات متتاليه جوا العشرة اسابيع، او عندي ولاده مبكره قبل ال 34 اسبوع بسبب صعود الضغط اللي هو الريكلامسيا، او الطفل صغير الجاره تتكلس مالته، من تجيكم هيك حاله نفكر بالانتيفوسفوليبيد. تمام؟ طبعا لازم ناخذ كيرفل هيستوري اكزامينيشن، هاي قاعد احكي اني على ريكرنت. ترانس فاجينال الترا ساوند هيستروسالبنجيوغرام نحتاجه حتى نشوف اذا عندنا ابنورماليتيز او هيستروسكوب. كاريو تايبنج مهم، والانتي فوسفوليبيد لان اخاف لا كروموسومال ابنورماليتي، انتي فوسفوليبيد انتي بودي نسوي سكريننج، والتريتمنت اكوردنج تو ذا كوز يعني هاي هاو تو مانج ريكرنت بريجننسي لوس، هاي كلها حنسويها والتريتمنت اكوردنج. انتي فوسفوليبيد حنعطيها اسبرين وجلوكسام، اذا عندها سيرفايكال انسفيشنسي هسه حتشوفون حنسوي لها سيرفايكال سيركولاج او نعطيها بروجستيرون، اذا عندها ابنورماليتي باليوترس نسوي لها سيرجري نعدلها الابنورماليتي، اذا عندها دايابيتس وان كنترول نسوي لها ان كنترول، وهكذا. الانديوس ابورشن عندكم محاضره بالخامس كامله عليه. Induced abortion is not considered in medical term alone, but it is aroused strong personal emotion and involve religious and ethical consideration.
يعني هو مو بس اختصاص الطب الانديوست ابورشن، في تداعيات اجتماعيه ودينيه وهواي بي شغلات. Indication termination of a pregnancy may be medically indicated to save life of the patient, مثل malignant disease of the cervix or breast cancer. أو لما عندنا fetal malformation. رصص هاي جدا مهمة. تعرفون أكو شيء اسمه RH factor اللي هو RH abnormality, incompatibility, blood incompatibility. تعرفون دائما من نسأل نقول هالمريضة أنت شنو صنف الدم مالتش، دائما نركز إذا هي positive or negative، يعني عندها رصص لو ما عندها رصص فاكتر. ليش؟ يعني إذا المذر RH negative والفاذر RH positive والطفل طلع RH positive على الأب، معناها الأم راح يصير عندها شنو تحسس، حيصير عندنا هنا شنو incompatibility. حيصير بالمستقبل أطفال اللي بالمستقبل يعانون من فتشي اسمه hemolytic disease of the newborn، ممكن يصير عندهم جوندس، ممكن يصير عندهم هايدروبسبيتاليس، هواي شغلات بيها. لهذا اكو فتشي بروفيلاكتيك وانتيدي. الانتيدي نطي لو ما ننطي، هنا النقطه. انتيدي از ريكوايرد ان ذا فولوينج، لازم تطون الانتيدي بالاشياء اللي اذكرها. اول شيء سبونتينيوس ميسكاريج 12 ويك اند بيوند. اي سبونتينيوس ميسكاريج يصير 12 اسبوع واكثر لازم نطي. Miscarriage at any gestational age إذا عندنا intervention whether medical or surgical أو spontaneous بس heavy bleeding. وحدة صار عندها complete miscarriage 6 أسابيع وكل شيء ما حد مد إيده عليها، أطيها لو ما أنطيها ما أنطيها. مريضة 6 أسابيع هم صار عندها miscarriage احتاجت تسوي كورتاج، أطيها. مريضة 6 أسابيع ما احتاجت اي شيء بس نزفت نزف كلش قوي بحيث احتاجوا يديروا لها بطلين دم، اعطيها لو ما انطيها اعطيها. فهمت الفكره؟ بيوند 12 ويك اعطي، جو ال 12 اسبوع ما اعطي اذا ما محتاجه شيء. اي انترفنشن سواء ميديكال اور سيرجيكال اعطيه ات اني جستيشنال ايج او سبونتينيوس وذ هيفي بليدنج هم لازم اعطي. ثريتند ميسكارج ات 12 ويك اند بيوند، وحده صار عندها اسقاط مهدد تنزف من ال 12 اسبوع وصاعد اعطيها. اذا ريبيتد ابيسويد انت دي لازم نعيده ورا 6 اسابيع. لنفرض وحده صار عندها ثريتند ابورشن على ال 11 اسبوع ما اعطيها، بس هاي ورا 3 اسابيع ارجع مرت الله عليها اعطيها. صارت 13 اسبوع هم ورا 3 4 اسابيع هم رجع عليها هم اعطيها. اذا اذا راد ارجع عليها مرت الله ريبيتد افتر 6 ويكس انترفل. آخر موضوع هو المهم cervical insufficiency or incompetence is a well recognized cause of miscarriage in the late second trimester. The clinical feature عادة ما يكون بالlate second trimester، يعني عادة cervical incompetence 12 أسبوع وأكثر. 12 أسبوع أكثر ما نحط الدورة جماعة 12 أسبوع وأقل. عادة يجون painless cervical dilatation، دكتورة صار عندي ألم خفيف ساعة ساعتين وما شفت إلا الطفل نزل. painless cervical dilatation. Increased vaginal discharge طبعا يصير وياها زيادة بالفاجينال ديسشارج. إذا سوينا speculum examination نشوف الممبرين bulging نفخ البلجنج لأن مفتوح السيرفكس والممبرين bulged وcervical dilatation. شنو الكوزز مالته؟ congenital uterine abnormalities ممكن acquired مثلا DNC operation واحدة مسوي لها DNC سابقا ومؤذين السيرفكس. induced abortion by dilatation and curettage evacuation. Vaginal operative delivery وحده سحبه والطفل مالتها بفورسبس ممكن مسوي لي سيرفايكال تير وسوى لي انكومبتنس. amputation of the cervix بعض الاحيان اكو يصير بالسيرفكس ابنورماليتي يعني ما قبل الكانسر نحتاج نعالجه، شو نسوي؟ نقص قسم من السيرفكس يسموه بايوبسي يسموه كون بايوبسي او تراكيلكتومي. التراكيلكتومي يشيلون السيرفكس بس يبقون اليوترس حتى المريضه تحبل، فهذا incompetence. و other multiple gestation and prior preterm delivery. الدايجنوزز اما طبعا اهم شيء الدايجنوزز هيستوري، هيستوري عن طريق الهيستوري. بالبريجنسي نسوي الترا ساوند، يعني المريضه اجتي حامل 11 اسبوع اسوي لها الترا ساوند اشوف شورت سيرفكس. شورت سيرفكس اقل من 2.5 سي ام، اقل النورمال سيرفكس من 3 الى 4 سي ام، أقل من 2.5 cm يعتبروا short cervix. internal os dilatation مفتوح
اكثر من 2 سي ام، اذا شفنا الانترنال اوس اكثر من 2 سي ام هذا يعتبروه دايليتيشن. فنل شيب يصير فنل شيب مثل البيك فيها. ونون بريجننسي بالنون بريجننسي يعني المريضه مو حامل اسوي هيجر، هذا الهيجر دايليتر يفوت رقم 8 واكثر. وهيستروسال بنجيوغرام شنو العلاجات اللي نسويها؟ سيرفايكال سيركولاج ربط عنق الرحم، اذا تاخذون هيستوري حتقول لكم دكتوره انا مسوي ربط، ربط عنق الرحم. هذا الباند الاصفر اللي تشوفوه سيرفايكال سيركولاج اراوند ذا سيرفكس اد 12 تو 14 ويكس تو تايب ماكدونالد اند شروتجار، نوعين عندنا ماكدونالد اند شروتجار، احنا نستخدم ماكدونالد. تمام. هسه هذا سؤال اعطيكم اياه وجابوني عليه بالشات. 25 years old women presented with vaginal bleeding and positive pregnancy test. Her transvaginal ultrasound show a non-viable intrauterine pregnancy. Non-viable. 8 weeks. What would be the reasonable to offer to her? شنو reasonable حتى offer her? Laparoscope? لو. Serum beta HCG measurement? Misoprostol? Methotrexate? Low progesterone? من أسابيع؟ ونن فايبل. خل اشوف الشات شو تجاوبوني. نمتوا لو قاعدين شباب؟ الحضور ليش ضعيف طلاب؟ انتوا عددكم 190 طالب، عندي واحد من الرومات 41 طالب والروم الثانيه 23. تجيكم الاسماء ويجيكم الغياب وكله مسجل. ها طلاب شو تقولون؟ هاي شو تسوي لها المريضة؟ جاوبوني. ثمان أسابيع ومن فايبل تسوي لها لابروسكوب؟ لو تطوها بروجستيرون؟ لو ميزابريستول؟ لو ميثوتريكسيت؟ لو سيرم بيتا اتش سي جي؟ شو تقولون؟ دكتورة جاوبنا بالشات. بي ها قاعد تجاوبون بالشات؟ يلا اوكي. بي شنو بي؟ اسوي بيتا اتش سي جي؟ بلي دكتوره حتى نعرف انه اكو هارت بيت، ماكو هارت بيت هذا معناها اكتوبك صاير عنده. ليش؟ با عليه هي 8 اسابيع وفيتال هارت نيجاتيف مست. ليش يسوون بيتا اتش سي جي؟ دكتوره اذا بيتا اتش سي جي طلع بوزيتيف يعني اكتوبك بريجنسي. مو قاعد اقول لكم انترا يوتراين اكو جستيشنال ساك موجود، جستيشنال ساك اكو موجود. شفت انا الجستيشنال ساك بعيني بس ما قاعد اشوف اكو فيتال هارت. شوف اذا طيب. اكثر من 2000 او اكثر من 1500. دكتور تياس بالسلايد قبله ذكرتي انه اذا نقيس السايز مالته إذا صار شلون قياس 25 أو أقل من 25؟ لا باع علي اسمعوني، أنا هسه سويته يابا شفت أكثر من 25، أوكي شفت أكثر من 25 أني زين عيني ولقيت هذا الأكثر من 25 هو فيتال هارت ماكو، أكو فيتال بول وأكو فيتال هارت نيجاتيف كله أكثر من 25 وأكثر من 7 مليم وماكو فيتال هارت، شو أسوي له بهيج حالة؟ هذا مست مو مست، هذا طلع هذا مست، شو اسوي له في حاله؟ اسوي له لابروسكوب؟ لو اعطيها بروجستيرون؟ لو اروح اسوي له بيتا اتش سي جي؟ دكتوره مو المفروض نقولها تعالي بعد سبعة ايام؟ لا خلاص هاي انا ام فيري شور متاكده اسوي ميزوبريستول. ميزوبريستول خلاص هذا فيتال هارت اكثر من 7 فيتال هارت ميزوبريستول اسوي اسوي له ميديكال مانجمنت. زين دكتوره تقدرين ترجعيني للسلايد؟ لا السلايد راح.